أعزائي طلبة وطالبات الفرقة الرابعة شعبة التصميم الميكانيكي والإنتاج قسم الهندسة الميكانيكية كلية الهندسة جامعة أسيوط، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثامنة من السي إن سي تكنولوجي أند بروجرامينج. في المحاضرة السابقة كنا بدأنا في الكاد سايكلز، هنستكمل مع بعض النهاردة بقية الكاد سايكلز. كنا قلنا إن الكاد سايكلز في السي إن سي ماشينينج عبارة عن سبوت تريننج سايكل، counter boring cycle, deep drilling cycle, high speed deep hole drilling cycle, tapping cycle, reverse tapping cycle, reaming cycle, fine boring cycle. كنا استعرضنا في المرة السابقة لسبوت drilling cycle. النهاردة هنستكمل مع بعض بقية السايكلز. قلنا في المرة السابقة ان السايكل parameters الفورمات بتاعها عبارة عن جي وبعد كده الكود سواء حاجة وثمانين أو حاجة وسبعين وبعد كده ال x وال y وال z وال r اللي هو ال r level كمستوى وال q عبارة عن أنا عايز أثقب قد إيه أو أعمل العملية دي قد إيه لكل بيك لكل نازلة من الآلات القطع تنزلها هنزل كام مرة. وبعد كده البي ده مدة الدويل تايم في الفاينل ديبث والاف اللي هي الفيد ريت. بعد كده الكاونتر بورينج سايكل، يعني بعد ما خدنا سبوت درينج سايكل في اللي هي الكاونتر بورينج سايكل ودي رف كاتنج. الكود اللي بيستخدم فيها هو جي 82، يبقى لو عايز اعمل بورينج سايكل هستخدم الكود اللي هو كام جي 82. عشان اكنسل السايكل دي بقول ايه جي 80، جي 80 بالمناسبه بتكنسل كل السايكلز، يبقى كده لو كاونتر بولينج سايكل فتبقى جي 82. طيب تعالوا مع بعض كده ننفذ الكاونتر بولينج سايكل نشوف السطور بتاعتها عباره عن ايه. هقول له جي 90 جي 0 0 جي 54 اكس 0 واي 0 جي 43 زد 30 اتش 0 5 اس 300 ام 0 3. ادي السطر اهو بتاع الكاونتر بولينج سايكل جي 99 جي 82 اكس 100 واي 100 زد سالب 20 ار 3 بي 400 اف 50. معناها ايه؟ اعمل بورينج سايكل اللي هي جي 82 عند اكس 100 وعند واي 100 في المكان ده، عمق البورينج سالب 20 او 20 ملم من سطح الشغله. قبل ما تعمل بورينج وبعد ما تخلص البورينج ارجع للار ليفل اللي هو بيبعد 3 ملم من سطح الشغله، هيعمل دويل تايم 400 ملي سكند وينزل بفيد 50 ملم بير مينت. خلصت البورينج في الفتحة دي تنزل الفتحة التانية او تروح عن الفتحة التانية اللي هي احداثياتها اكس 150 واي 200 ولها نفس الزد والار والبي والاف. خلصت البورينج انهي السايكل جي 80 ام 05 ونهاية البرنامج ام 30. بعد كده الديب دريلينج سايكل، عايز اعمل ثقب لكن ديب شوية، طول الثقب كبير شوية، فبقول له الجي 83 ده الكود المستخدم في الديب دريلينج سايكل وجي 80 ده هينهي السايكل. الديب دريلينج سايكل هقول له جي 90 جي 0 0 جي 54 اكس والواي وبعد كده جي 43 زد 30 اتش 0 8 اس 920 ام 0 3. السطر اللي بيعمل دي دريلينج سايكل جي 99 جي 83 اكس 100 واي 100 زد سالب 20 ار 3 كيو 6 اف 90. هنا كيو ظهرت لاول مره. ايه كيو ديت؟ احنا قلنا في الماشيننج بروسيس لو كان الثقب ده طويل شويه عميق شويه ما ينفعش انزل بالبونطه مره واحده، لازم انزل واطلع شويه عشان الرايش يطلع عشان البونطه ما تكسرش ما تتحشرش فيه البنطة عشان أحمي أسنان البنطة وفي نفس الوقت أحمي السطح المثقوب من حدوث أي خشونة زايدة. يبقى أقول له كيو 6، هنشوف كيو 6 معناها إيه بعد شوية. بعد كده بعد ما ثقبت الثقب ده روح للمكان اللي هو إكس 150 واي 200 ونفذ نفس الثقب بعمق 20 و التزم بالار اللي هي 3 وكيو 6 والفيد 90 ملم بير مينت. خلصت الغي السايكل بجي 80 واطفي لي سبندل بام 05.
طيب ال Q اللي هي drill depth of cut in millimeter. ال depth of cut هينزل كام وبعد كده يطلع وهنازل نفس ال Q دي. تعالوا نشوف ال deep drilling cycle بيتنفذ ازاي. ادي البنطة اهي فوق، بعد كده هتنزل بسرعة. عرفت ازاي بسرعة؟ من تحت هنا اللون الاحمر السهم الاحمر G00 ينزل بسرعة لانه في الهواء لحد ال R level، وبعد كده يبدأ ينزل في المعدن ب G01 قطع في المعدن اهو. يطلع بقى ال Q اللي هي كانت مكتوبة في السطر، نزل كام؟ نزل Q، نزل Q، مش هينزل كل الزد، عشان كده سميناها deep drilling، ثقب عميق. نسبة الطول ارتفاع الثقب للقطر نسبة كبيرة، عادة بتبقى أكبر من 5. طيب هيطلع ده في الهواء، هيطلع G00 لحد فين؟ لحد ال R level، هيطلع لحد نفس ال R level. بعد كده هينزل بسرعة لأنه في الهواء، وبعد كده لحد مسافة نفسها هي ال R level، كأنه إيه رحلها لحد تحت. يبدأ ينزل إيه؟ تمام، يبدأ ينزل بسرعة بقى. لا مش بسرعة بقى، ركز معايا، هينزل في المعدن يبقى G01، هينزل G01 قطع في المعدن. يطلع يطلع بسرعة في الهواء G00 لحد ال R level، ينزل في المسافة الفراغ ده G00، وبعد كده يبدأ عملية القطع G01 لحد ما خلص العمق المطلوب. يبقى نزل كام كيو؟ نزل 3 كيو، أو آخر واحدة هو هينزلها إيه لحد العمق المطلوب لحد الزد، وبعد كده يطلع بسرعة G00 لحد ال R level. لو أنا قايل له G99 أو لو عايزه يطلع عند الزد ليفل، أجي كده عند آخر إحداثي XY وأقول له G98. طبعا الدويل تايم اللي هو ال P دي بالملي سكند، الرقم اللي أنا كاتبه هيجي فين؟ هيجي في آخر سايكل، يعني كأنه في القعر بتاع مين؟ بتاع الفتحة، ويبدأ يتأخر شوية، يمكث شوية مسافة أو الزمن اللي أنا مدخله له. يبقى ده الديب دريلينج سايكل. لو لاحظت هتلاقي إيه؟ في وقت كبير بيضيع في الهواء. طبعا هو أكيد ماشي بسرعة وفيد عالية، بس إيه برضه وقت ضايع. ليه أنا بطلع كل مسافة دي لحد الـ R level عشان ينزل أو يشيل الرايش؟ طب ما انا ممكن في بعض السايكلز انا مش عايزه يطلع، انا عايزه يطلع مثلا لحد هنا وبعد كده ينزل تاني، يطلع لحد هنا وبعد كده ينزل تاني، لان ده كله فراغ. دي اسمها بقى اللي هنشوفها في الشريحة اللي بعد كده، اسمها الهاي سبيد ديب دريلينج سايكل. الهاي سبيد ديب هول دريلينج سايكل بستخدم فيها الكود G73، ده اللي بيدينا هاي سبيد ديب دريلينج سايكل، وجي 80 كان المعتاد بيتكنسل السايكل. تعالوا كده نشوف الهاي سبيد ديب هول دريلينج سايكل بتنفذ ازاي. واحيانا دي بنفذها لما يكون ارتفاع الثقب اكبر من القطر بتاع الثقب على الاقل 5 مرات، الا على دي اكبر من 5، في الحاله دي بس بنفذ الهاي سبيد ديب هول دريلينج سايكل. طيب بنفذها بالكود G73 في المكان، مكان الثقب عند X 15 Y 100، عمق الثقب 20، زد سالب 20، R 3، Q 6، F 136. Q 6 بقى ايه معنى Q 6؟ Q 6 يعني هو بنفذ G73 High Speed Deep Hole Drilling Cycle. بقول اللي بيتنفذ كالآتي: هنزل G00 لحد ال R level، بعد كده ادي اهو تحت اهو نازل بسرعة، بعد كده هنزل بقى من ال R level ب G01 cutting بقى، بعد كده مش هيطلع بقى المسافة لحد R، لا ده هيطلع مسافة صغيرة كده وينزل نفس ال Q. يبقى كان الأول نازل Q دي اللي هي الستة، ينزل بقى نفس ال Q ويطلع امتى؟ هو نازل خلي بالك cutting اهو، بيعمل قطع، يطلع بسرعة مسافة صغيرة وينزل تاني G01 عملية قطع اهي، ينزل كام؟ Q، وبعد كده
هيطلع بسرعة لأن ده أصبح فراغ، يطلع إزاي؟ دي زيرو زيرو. يبقى ده مين الهاي سبيد ديب هول درينج سايكل. بعد كده التابينج سايكل، التابينج سايكل بستخدم لها الكود جي 84 وبكنسلها بجي 80 كالمعتاد. قال التابينج سايكل بقوله جي 99 جي 84 اكس 15 واي 100 زد سالب 20 ار 15. هنا الليفل ار ليفل كبير شويه، بي 2200 ملي سكند، كيو 6 اف 500. بعد ما يخلص في المكان ده هيروح يعمل الاوز في واي 80، وبعد كده هيروح يعمل الاوز في المكان اللي هو واي 60. وبعد ما يخلص الواي 60 هيطلع ادي جي 98 اهو، ما بتطلعش عند الار ليفل بقى، اطلع عند اخر زد المستوى اللي هو فوق المشغولة قبل الار. الويتنج تايم احيانا بيحسب من العلاقة دي 60 في طول الالاوز على الفيد، احسب منه الدويل تايم ويتنج تايم. السايكل بعد كده هي الريفرس تابينج سايكل، بستخدم لها الكود اللي هو جي 74، يبقى ده ريفرس تابينج سايكل وبكنسلها بالجي 80. سطر جي 99 جي 74 اكس 15 واي 100 زد سالب 20 ار 15 بي 2200 ملي سكند كيو 6 اف 500 واي 80. وبعد كده هيعمل عند واي 60. يبقى ايه اللي اختلف؟ هو الكود ريفرس تابينج سايكل هو جي 74 وبقيه الحاجات زي ما هي. تعالوا نشوف التابينج سايكل بتتنفذ ازاي. التابينج سايكل بنوعيها، التابينج سايكل عاديه والريفرس تابينج سايكل اللي هي العكسيه. التابينج سايكل جي 84 ايه اللي بيحصل؟ زي ما هو موضح هنا ادي التاب اهو، هينزل جي 00 وبعد كده يبدأ ينزل من الار ليفل جي 01. لو هو تابنج يعني جي 84 جي 84 يبقى هو نازل هيكون ايه؟ كلوك وايز. طب هو خارج هيبقى يعكس بقى كاونتر كلوك وايز، يبقى كان ام 03 هو نازل، هو خارج هيبقى ايه؟ ام 04. تمام. العكس بقى في جي 74، جي 74 هو نازل هيلف عكس عقارب الساعة ام 04، ام 04 وهو خارج هيبقى ايه؟ وهو صاعد ام 03 اتجاه عقارب الساعة. كل ده انا ما بكتبوش، كل ده مجرد ما اكتب جي 74 خلاص هو بيفهم لوحده، عشان كده قلنا ايه؟ كان سايكل، حاجة معلبة داخل الجي 74. كذلك بالمثل جي 84 بستخدم ام 29 لو بعمل ريجيد بقى تابنج مود. يعني نشوف الكلام ده هيتنفذ ازاي. جي 90 جي 00 جي 54 اكس 0 واي 0 جي 43 زد 30 اتش 08 ام 29 او كده شغل او فعل الميسلينيوس كود جي ام 29 دور سبندل بي 1000 لفه في الدقيقه. جي 99 جي 84 يبقى كده بعمل تابنج سايكل اكس 15 واي 100 زد سالب 20 ار 15 اف 100 بي 2200 وهكذا انفذ، وفي الاخر اعمل كانسل للسايكل دي بجي 80. الريمينج سايكل، الريمينج سايكل بستخدم لها الكود جي 85، يبقى جي 85 ده فور ريمينج سايكل وطبعا بكنسل السايكل بجي 80 كالمعتاد. ازاي انفذ الريمينج سايكل؟ جي 90 جي 00 جي 54 اكس 0 واي 0 جي 43 زد 30 اتش 01 اس 800 ام 03 جي 99 ادي السطر الريمينج اهو، جي 85 اكس 25 واي سالب 25 زد سالب 15 ار 3 جي 80. اللي بيحصل ادي الريمر اهو، بعد كده هينزل بسرعه، بسرعه ده اللي هو اللون الاحمر جي 00. بعد كده هيبدأ من الار ليفل يقطع جي 01، نازل جي 01 لحد ما يخلص العمق المطلوب الزد المطلوبة، وبعد كده ايه
هيطلع لحد ال R level، برضه هيقطع خلي بالك النزول والخروج والصعود G01 نفس اللون اهو، يبقى كده هينزل G01 وهيطلع G01. الفاين بورينج سايكل بستخدم لها الكود G76 ده فور فاين بورينج سايكل، يبقى الفاين بورينج سايكل G76 وبلغيها بكنسلها بالG8. في الفاين بورينج سايكل بقول G90 G00 G54 X0 Y0 G43 Z30 H01 S2 100 M03 ادي السطر G99 G76 X5 سالب 75 Y سالب 10 Z سالب 25 R3 Q نص. هنا عشان فاين بورينج فصغر الكيو شوية F75 G80 بعد ما خلص كل أماكن البورينج. كيو نص ممكن أقول خلي بالك G91 واي نص، يعني كانه شغال G91 incremental واي نص، انه في اتجاه الواي، الحركة تكون في اتجاه الواي. البورينج ده البورينج تول كانه هيحصل له حركة في اتجاه الواي، هيدخل نص، يبقى الكيو بتاعتي هيدخل نص، كل شوية كل سايكل ياخدها داخل نص، وهو نازل هيقطع G01 وهو خارج برضه هيقطع G01 زي الريمينج. اللوجيك اوردرز بقى اوف ماشينينج اوبريشنز المفروض انك تكون عارفها، لان قلنا المادة دي عشان تفهمها لازم تكون اوير بفاندمنتالز بتاعت الماشينينج بروسيسز. اول حاجة بعمل فيس ميلينج، بعد كده رف اند ميلينج، بعد كده فاين اند ميلينج، سنتر دريلينج لو عايز اعمل ثقوب، بعد كده الدريلينج العادي سواء سبوت دريلينج او شورت دريلينج او اللي هو الديب دريلينج او الهاي سبيد ديب دريلينج، وبعد كده لو بعمل بورينج بعد عملت دريلينج فعندي رف بورينج وبعد كده فاين بورينج، وبعد كده لو خلي بالك خدت بالك هنا مفيش ريمينج، انا بعمل الريمينج ده لو ما بعملش التابنج، لكن لو بعمل تابنج مش هعمل ريمينج، يبقى ممكن تابنج او ريمينج، يبقى بعد الفاين او بعد الدريلنج ممكن اعمل ريمينج. اتمنى تكون محاضرة اليوم واضحة، واشوفكم ان شاء الله في المحاضرة القادمة. شكرا لحسن استماعكم.